إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول حكم من كان على وضوء ثم أحب أن يجدد الوضوء ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لتجديد الوضوء سنة، تجديد الوضوء سنة، يعني يكون الإنسان متوضأ ثم يروح يتوضأ مرة ثانية سنة، نص على هذا العلماء ويرون في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ على وضوئه، وهذا لا يعني بأنه لا يجوز الصلاة بوضوء واحد لصلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك من السنة تجديد الوضوء. وبعض العلماء قالوا تجديد الوضوء يكون سنة إذا صلى به فرضا أو نافلة، يعني أنت الآن صليت توضأت وصليت فريضة ونافلة وجاءت صلاة أخرى نافلة أو فريضة، من السنة أن تجدد الوضوء فتصلي بالنافلة الجديدة والفريضة الجديدة وضوء جديد، لكن لو أحببت أنك تصلي بالوضوء الأول وما انتقض هذا ما في شيء، هذا هو الأصل بارك الله فيك.